جمهورية مصر العربية الشقيقة الذي ربما مصر هناك غير مطروح في هذه اللحظة، لكن نحن تولي مصر لهذه العلاقة التي تتسم بالخصوصية، تتسم بالقوية وضرورة العمل المشترك الأردني المصري. نحن نتحدث بسامح الواحد، لدينا رؤية واحدة. التصعيد الأخير الذي شهدناه في الأراضي الفلسطينية المحتلة والجهود المشتركة التي نقوم بها معا من أجل البناء على ما أنجز من وقف لإطلاق النار ووقف للانتهاكات الإسرائيلية وإيجاد الأفق السياسي المطلوب للتقدم إلى أمام باتجاه إسناد أشقائنا الفلسطينيين وتلبية جميع حقوقهم المشروعة. التنسيق بين المملكة وجمهورية مصر العربية لم ينقطع على مستوى جلالة الملك وفخامة الرئيس ومعالي الوزير، وأنا كنا خلال الفترة الماضية على اتصال يومي في تنسيق لجهودنا المتكاملة، ولقاء اليوم يبحث في كيفية التحرك المستقبلي مع المجتمع الدولي، مع أشقائنا في المنطقة، مع أشقائنا في دولة فلسطين، من أجل ضمان عدم تكرار ما حدث، ومرة ثانية من أجل إيجاد الأفق السياسي الذي يسمح بالتقدم نحو إعادة إطلاق تحرك دوري فاعل ينهي الاحتلال ويضعنا باتجاه السلام العادل والشامل الذي يشكل حل الدولتين، الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران 1967. استقامة في التهجير، كل هذه مواقف وبوادر نعتقد أنها بوادر بالتأكيد الفترة الماضية وما شهدته من تطورات خاصة في المقام الأول بالهوية، حفاظ على هوية القدس، الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، منع الاعتداءات المتكررة، قضية الشيخ جراح، هذه القاعدة التي نقلت منها وهذه القاعدة التي تحكم كل تحركاتنا. أشكركم جميعا، الآن سأتشرف ومع الأخ بلقاء جلالة الملك.